هذا وقد صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قرار رقم 6 لسنة 2020 بتحديد مملكة إسبانيا كدولة أجنبية وفقا للمرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، وجاء فيه ما يلي: المادة الأولى: تحدد مملكة إسبانيا كدولة أجنبية في تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية.